بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده إن شاء الله هنطلع فيه شوية ملحوظات كده على السريع من نصوص الوحدة الرابعة. الملاحظات دي يا شباب معظمها ما يكونش مكتوب في الملخصات زي ما قلت لك، لأنهم بيعتبروها أنت عارفها طبيعي، بس إحنا طبعا ما بنأمنش وعايزين ناخد الحاجات دي حتى لو عارفينها نعمل فوكس عليها كده ونبدأ نشوفها علشان نحل عليها. أول حاجة معانا يا شباب هي كلمة feel. feel دي يعني يشعر، دفع، دايما بيكون بعده صفة، عشان كده بقول لك I feel happy، يعني أنا أشعر بالسعادة. بس عايز أصغلك بشكل لطيف كده، عايزك تعرف إن يأتي بعدها صفة وتترجم اسما. ركز أنت هنا في الجملة، قلت لي I feel happy، happy يعني سعيد. أنا عارف كويس إن كلمة happy أصلا معناها سعيد. طب كلمة happiness، happiness دي معناها السعادة، وهابي يعني سعيد. هابي دي حضرتك عبارة عن ادجكتيف، طب هابينس دي عبارة عن ناون. حلو، انت بالرغم انك انت جبت لي بعد كلمة فيل صفة اللي هي كلمة هابي، الا انك انت ترجمتها على انها ناون بمعنى السعادة. ركز، انت قلت لي ما قلتليش انني اشعر، انا اشعر سعيدا، لا انت قلت لي اشعر بالسعادة. الفكرة ما فيها ان فيل بعدها صفة وترجم اسما زي ما قلت لك. طب يشعر بالحزن، انا اشعر بالحزن، فهتقول اي فيل ساد، بالرغم ان كلمة ساد يعني حزين، بس انت قلت لي الحزن وبالتالي فيل بعدها صفة وترجم اسما. بس عايزك تفهم ان الموضوع مش بسيط، او مش دايما ثابت انك فيل بعدها صفه. ممكن نستخدم فيل جريت ونجيب بعدها هنا في الحاله دي حضرتك اسم، فعشان كده اقول لك اي فيل جريت هابينس. اي فيل جريت هابينس يعني انا اشعر بسعاده غامره. اي فيل جريت سادنس، انا اشعر بحزن شديد. اذا فيل بعدها صفه دايما وترجم اسما، فيل جريت ونجيب بعدها اسم عشان تبقى عارف كلمه فيل يعني يشعر، والمشاعر بالمناسبه اسمها feelings معناها المشاعر، وممكن نقول feelings and emotions يعني المشاعر والانفعالات. طيب ندخل بعد كده على الملحوظة التانية. في جملة استوقفتني في النص يا شباب، كان بيقول في الجملة دي او في الأسئلة اللي احنا حلناها مع بعض اللي هتنزل لك في كتاب العمالقة، كان بيقول لك معرفش ايه كده are equally responsible. are equally responsible يعني هم مسؤولين بشكل متساوٍ. لاحظ ان كلمة responsible دي مسؤول عبارة عن adjective، عبارة عن صفة، والصفة طبيعي بيكون عندها قبلها ظرف. طيب ممكن بدل are دي نقول have، في الحالة دي بقى هنقول equal responsibility، responsibility. ركز انك في الاخر هنا قلت لي equal يعني متساوي، responsibility معناها مسؤولية، كأنك بتقول مسؤولية متساوية. يبقى ركز كده، بنقول are، ركز ان are equally responsible، لكن have equal responsibility. are equally responsible يعني يكونوا مسؤولين بشكل متساوي، لكن have equal responsibility يعني عندهم مسؤولية متساوية. من الحاجات اللي عايزك تعرفها ان اللغة مرنة، بمعنى كلمة responsible دي معناها مسؤول، عكسها irresponsible يعني غير مسؤول. الاثنين دول حضرتك دي adjective ودي برضو adjective. حلو، بس في مصطلح عايزك تعرفه لما انت تكون مثلا واقف في الشارع وتشوف ولد راكب موتوسيكله بيجري في الدنيا زي المجنون، فتقول الواد ده بيعمل irresponsible behavior يعني معناها سلوك غير مسؤول. تقدر تقول كده سلوك قليل ادب. يبقى لما تقول لي irresponsible behavior ممكن تقول معناها سلوك متهور، يعني ولد متهور السلوك. يبقى تعرف كده irresponsible behavior يعني سلوك متهور، يعني حد بيعمل حاجه مش صح. بعد كده عندك كلمة اسمها أسلت، وكلمة اسمها أسلتك، وكلمة اسمها أسلت، وكلمة كمان رابعة احنا قلنا أسلت وأسلتس وأسلتك وأثليتكس. أسلتكس دي معناها ألعاب القوى. ما تقول مثلا أخويا فاز بالمركز الأول في مسابقة ألعاب القوى في المدرسة، فتقول أسلتكس. طيب اخويا ده راجل شغال ايه؟ رياضي. فاثلت دي معناها شخص رياضي يعني بيلعب رياضه. طب اثلتك دي صفه لازم يكون بعدها اسم، فاقول لك اثلتك كومبيتيشن مثلا، معناها منافسه. كومبيتيشن معناها منافسه رياضيه. اثلتس دول اللي هم لاعبي القوه، اللي هي جمع الكلمه دي جمع الكلمه دي. يبقى عايزك تفهم ان كلمه اثلت يعني لاعب رياضي، شخص رياضي، لكن اثلتس اللي هم لاعبي القوه. اثلتيك كومبيتيشن معناها مسابقه رياضيه. طب يا مستر ما هو في كلمتين كده، كلمه اثلت يعني رياضي، واثلتيك يعني رياضي برضو. دي رياضي الشخص اللي بيلعب رياضه، لكن اثلتيك دي صفه لاي نشاط بيكون بعدها نشاط، اثلتيك كومبيتيشن، اثلتيك مثلا ريس وهكذا. طيب الحاجه اللي بعد كده كمان معانا في الحته دي احنا قلناها مره قبل كده بس برضو نعيد تاني، ثانكس تو دي معناها بفضل،
لكن thank شخص for يعني يشكر شخصا على. أقول لك thank you for, thank you for your support يعني شكرا لك على دعمك. يبقى thank for يعني يشكر شخصا على شيء. عندك كمان كلمة thankful. thankful دي بتساوي كلمة grateful, ودي أصلا كلمة grateful دي في الوحدة والاثنين معناهم ممتن أو شاكرا لشخص ما. الاثنين معناهم شاكر أو ممتن لشخص ما. الملحوظة اللي بعد كده عندك كلمة worry. worry دي لها معنيين, معناها يقلق ومعناها يقلق. بمعنى لو أنت قلقان أو لو أنت عايز تقول أنا لا أحب أن أقلق والداي, لا أحب أن أقلق والداي, فهتقولها زي بقى I don't like, لا أحب to worry my parents, لا أحب أن أقلق والداي. يعني worry هنا معناها يقلق, بتساوي make them worried يعني معناها أجعلهم قلقين. حلو, يعني تفهم كلمة worry معناها يقلق. لما تقول لواحد مثلا don't worry يعني لا تقلق ما تقلقش يعني I will help you. لكن هنا في الجملة دي بتقول I don't like to worry my parents يعني ما بحبش أن أقلقهم, أن أجعلهم قلقين. انتبه للمعنيين دول. عندك كده بعد كده في كمان كلمة order. كلمة order دي معناها ترتيب ومعناها كمان أمر أو طلب. لو أنت تكون طلبت order من المطعم فده طلب. لما أقول لك order جاي من الملك يبقى ده أمر من الملك. طيب put them in the correct order يعني في الترتيب الصحيح. خد بالك في كمان بقى مصطلح كمان اسمه in order to اللي بتساوي so as to اللي بتساوي كلمة to, وكلهم بعدهم الفعل في المصدر بمعنى لكي. كل ده كده مع العربي معنى لكي. يعني مثلا I study أنا بذاكر to be a doctor, أنا بذاكر علشان أكون دكتور. بدل to ممكن نستخدم in order to, so as to, أي واحدة من دول. طيب دي واحدة. الحاجة التانية في حاجة اسمها in order that واللي بتساوي كمان so that. بمعنى لو انت بتقول انا بذاكر لكي اصبح طبيبا فهتقول I study انا بذاكر in order that I become a doctor. بدل in order that ممكن نستخدم كلمة so that. وهم خد بالك ان in order to, so as to و to كلهم بعناهم لكي وبعدهم فعل في المصدر, لكن in order that و so that والاثنين دول بعدهم بيكون في جملة سليمة. طيب بعد كده الملحوظة التانية او الفكرة التانية عايزك تعرفها, في حاجة اسمها in order of يعني وفقا لي. واحفظ المصطلح ده كويس. لما تقول in order of risk importance يعني وفقا للأهمية. in order of priority يعني وفقا للأولوية. in order of difficulty وفقا للصعوبة. عشان كده انا ممكن اقول لك مثلا على سبيل المثال list the names او category او sort the names عشان تبقى افضل, يعني sort the names يعني رتب الاسماء in order of يعني وفقا ل importance يعني معنى كده رتب للأسماء اللي قدامك دي كلها كده وفقا للأهمية. يبقى in order of دي معناها وفقا لي. انتبه دي اسمها in order of, لكن الناس اسمها in order to. في ملحوظة كمان مع order خدها كمان, في مصطلح اسمه out of order. ده معناها in the wrong order, معناهم بالترتيب الخاطئ. بمعنى على سبيل المثال لما تقولي all the files يعني كل الملفات were out of order يعني كل الملفات كانت في الترتيب الخاطئ. ودي جملة معناها ان او الفكرة اللي فيها ان out of order بتساوي in the wrong order, معناهم ان هم مترتبين ترتيب خاطئ. طيب الفكرة بعد كده احنا خدناها مرة بس هنقولها تاني على سبيل التكرار علشان نتعلم الحاجات دي. ايوه تعرف ان كلمة work hard دي معناها يعملوا بجد, دي verb. في كمان كلمة بقى اسمها hard work دي معناها العمل الجاد, وده حضرتك نون. في كمان كلمة اسمها hard working ودي معناها او دي معناها جاد في عمله, وحضرتك دي عبارة عن adjective يعني معنى كده ان احنا ممكن نجيب بعدها صفة. خد مثال she likes to work hard, تحب ان تعمل بجد. she is a hard working woman يعني هي امرأة جادة في عملها.
Hard work is the key to success. العمل الجاد هو مفتاح النجاح. طيب عندك بعد كده كلمة spend. spend دي معناها يقضي، بيكون بعدها لو جبنا فعل نجيب له فعل نضيف له ing ممكن نجيب بعدها اسم. قالك I spend my time reading، أنا أقضي وقتي في القراءة. I spend my time reading، أنا أقضي وقتي في القراءة. خد بالك من دي كويس. الحتة الأهم من ده كله بقى، ممكن أقولك spend شيء on شخص، بمعنى I spend my money، أنا بصرف فلوسي on my on my friends، أنا بصرف فلوسي على أصدقائي، يبقى spend money on شخص. عايز تعرف كمان إن مش لازم spend يكون بعدها on، خليك شاطر كده وترجم. أقولك مثلا I spent مثلا 2 days، يعني أنا قضيت يومين in كايرو، أنا قضيت يومين في القاهرة، وممكن أقولك at a hotel في الفندق، فانتبه من دي كويس عشان دي مهمة. ممكن أقول spend money on education، يعني ينفق مالا على التعليم. الملاحظة المهمة كمان اللي هقولك عليها، لما في مصطلح اسمه I مثلا، ممكن تقولي I find it difficult to، وتجيب بعدها الفعل في المصدر، دي بتساوي بالظبط I find difficulty، بس هنا بنجيب الفعل مضاف له ing. لو انا عايز اقولك مثلا اجد انه من الصعب ان اذاكر مثلا، يبقى I find it difficult to study، او ممكن تقول I find difficulty studying، ان اجد صعوبة في المذاكرة. انتبه find it difficult to، لكن find difficulty ing difficulty، لكن difficult، انتبه واحفظ المصطلحين بشكل كويس عشان ما تلخبطش. الملحوظات اللي بعد كده بقى كلها على كلمة result اللي هي معناها نتيجة. بداية كلمة result دي نتيجة لنتيجة الامتحان. لما اقولك your exam results، يعني نتائج الامتحان بتاعتك were impressive، يعني كانت جميلة جدا ومؤثرة وعجبتنا، ده رقم واحد. الحاجة التانية، في مصطلح اسمه as a result of، ده معناه بسبب او كنتيجة لي. على سبيل المثال لما تقولي as a result of pilots، الجملة دي انا قلتها لك قبل كده مرة وقلت لك انها جاية من قاموس لونج مان. as a result of pilots strike، يعني بسبب او كنتيجة لإضراب المعلمين، إضراب الطيارين. all flights يعني كل الرحلات may be cancelled، يعني كل الرحلات ربما انها تلغى. يبقى اول حاجه كده خدناها في الموضوع ده كلمه as a result of. الكلمه الثانيه او الحاجه الثانيه كلمه result in اللي بتساوي كلمه lead to اللي بتساوي كلمه cause، اللي معناهم كلهم معناهم يسببوا. على سبيل المثال لو انت فاكر ممكن اقول لك smoking، احنا قلنا المثال ده قبل كده، results in يؤدي الى او يسبب، طبعا يسبب او يؤدي الى death، يسبب الى الوفاة. يبقى التدخين يؤدي الى او يسبب الوفاة، ممكن بدل results in او لك leads to او causes. وانتبه انه ممكن في الامتحان يجيب لك smoking not death، يا ترى results ولا leads ولا causes، هناخد causes لان result لازم مع in ولد معها to كده، يعني احفظ دي واعرفها. في حاجة كمان مصطلح كمان ممكن يقابلنا في قطعة اسمه with the result that. المصطلح ده بيساوي كلمة so، بيدي معنى so، بمعنى لو قولك علي مثلا was absent، يعني علي كان غايب في المدرسة. with the result that he missed an important exam. طب ما تيجي نترجم كده، انت بتقول لي في الجملة علي كان غايب من المدرسة. with the result that، يعني بذلك يعني هو فاته امتحانا مهما. يبقى with the result that دي مهمة احفظها، بتساوي so. واعرف كمان ان result in و lead to و cause بيساوي بعض، واعرف ان as a result of معناها بسبب او كنتيجة لي. وخد بالك عشان تعرف تقرأ خط، لانك لما تاخد الورق ده PDF مش هتعرف تقرأ ولا كلمة، لان خط زبالة والله اعلى واعلم. طيب حاجة كمان كده اخيرة، كلمة result of اللي معناها نتيجة، نتيجة كذا، هنا في سكون. بقول لك مثلا the result of this match، نتيجة هذه المباراة is important، نتيجة المباراة دي مهمة عشان نتأهل. يبقى خد بالك انت قلت لي result of معناها نتيجة المباراة وهكذا. عندك كمان كلمة shoulder دي انت عارف ان معناها كتف، عايزك تعرف كمان ان معناها يقبل ان يتحمل، يقبل ان يتحمل او يقبل او يتحمل. بمعنى لما تقول مثلا shoulder duty يتحمل الواجب، shoulder cost يتحمل التكلفة، shoulder burden
burden يتحمل العبء shoulder risk responsibility يتحمل المسؤولية. باخد بالك ان كلمة shoulder هنا معناها يتحمل سواء duty cost burden responsibility وهكذا كل دول نفس المعنى. في جملة وقفتني في النص برضو كلمة think، كان جايب الجملة في الجملة. انت عارف ان كلمة think لها معنيين، معناها يفكر في ومعناها يعتقد، وعارف انت اكيد ان هي لو معناها يعتقد هنا كده لا تأتي مستمر، لكن لو معناها يفكر فيه تأتي مستمر عادي. كان في الجملة بيقول اللي في النص كان بيقول لك start thinking، هنا بقى معناها يبدأ التفكير. هي اصلا كده خد بالك هنا كلمة think ing لان معناها التفكير. حلو حلو. طيب على سبيل المثال لما تقول مثلا في جملة I think انا اعتقد we can win، اعتقد ان احنا ممكن نفوز، هل يا ترى كلمة think دي ينفع اقول لك I am thinking؟ لا ما ينفعش. طب ليه؟ لان كلمة think انا معناها يعتقد فما تجيش مستمر. حلو. من كلمات برضو اللي ما تجيش مستمر كلمة know. طب يا ترى يا مستر انا مرة شفت جملة مكتوب فيها knowing the truth I cried، بمعنى بعد ان عرفت الحقيقة انا بكيت. يا ترى هو هنا الفعل ده مضاف له ايه؟ نيجي ليه؟ ده هنا معناها معرفة، ملوش علاقة بكلمة نو اللي هي فعل مضاف له ايه؟ نيجي. انك مثلا تقول لي is knowing، لما تقول لي is knowing دي كده فعل، لكن دي هنا كده اسم حضرتك، فما تلخبطش الدنيا ببعضيها. ما ينفعش نقول is knowing، لكن ينفع اقول لك knowing. ونكمل الجملة. الحاجة اللي بعد كده كمان اللي قابلتنا كلمة forget. انت عارف ان forget يعني ينسى، وممكن نجيب بعدها الفعل المضاف له ing، وممكن نجيب بعدها to الفعل في المصدر. طيب الفرق بين الاثنين يا سيدنا في الفاضل في الاتي، ان forget to المصدر معناها ناسية ان يفعل، معناها ان هو لم يفعل الشيء اصلا. طب forget ing معناها ناسية انه فعل، معنى كده اصلا هو فعل الشيء. بمعنى لما اقول لك I forgot opening the door، ده معناها نسيت ان الباب مفتوح، يعني سبتك فتحت الباب. طب لو انت قلت لي I forgot to open the door، معناها نسيت افتح الباب، ده معناها ان الباب الان مغلق مش مفتوح. واحدة كمان I forgot to pay، يعني معناها ان نسيت ادفع ما دفعتش. I forgot paying، ده معناها انك انت دفعت ونسيت انك دافع ورحت تدفع مرة تانية، فالراجل قال لك يا عم اسمك موجود في الكشف، الناس اللي دفع ما تدفعش تاني بقى عيب عليك. طيب الحاجة اللي بعد كده كمان عندك كلمة بروموت. عايزك بقى عند بروموت كده تديني ذهنك وتصفي لي ذهنك كده وتاخد بالك معايا. كلمة بروموت ده من معنيها encourage، encourage يعني يشجع، ومن معنيها كمان increase يعني يزود، ومن معنيها كمان develop يعني يطور او ينمي. خد المثال ده لما تقول لي fertilizers، والمثال ده موجود في قاموس اللونج مان. fertilizers بروموت يعني بتحسن من او بترقي من leaf growth، ده معناها ان المخصبات الزراعية بتزود من نمو الاشجار او نمو الاوراق او تطور نمو الاوراق او تحفز الاوراق على النمو. طيب دي جملة. الجملة التانية زي are holding، يعني هما دلوقتي بيعقدوا a meeting، يعني هما عاقدين ايه؟ اجتماع. to promote علشان يعززوا من trade، يبقى علشان يشجعوا التجارة بين الدولتين اتنين. يبقى خد بالك ان كلمة promote هنا بتدي معنى encourage وincrease وdevelop. المعنى التاني، المعنى التاني من معاني كلمة promote انها معناها يرقي شخصا في وظيفة. من الاخر كده to have يعني انك تحصل على a better job، a better job انك تحصل على وظيفة افضل. لما نقول مثلا على سبيل المثال she was promoted، يعني تم she was promoted تم ترقيتها to a manager، يعني تم ترقيتها الى مدير. يبقى كلمة بروموت هنا معناها يرقي شخصا ترقية في الوظيفة. الحاجة اللي بعد كده كمان بتدي معنى sell or advertise، advertise بمعنى يبيع او يعلن عن منتج عن سلعة. على سبيل المثال لما اقول مثلا they are in Cairo، يعني هما دلوقتي في القاهرة to promote لكي يبيعوا او يعلنوا عن their new product، يعني منتجهم الجديد. يبقى كلمة sell او advertise او have a better job الاثنين دول من معاني كلمة promote. عندك كمان من معانيها persuade معناها يقنع. كلمة promote بتدي معنى يقنع برضو. على سبيل المثال لما اقول مثلا he
promoted his own ideas. ده معناها ايه؟ ان هو اقنعهم بافكاره الخاصة. كمان ضيف دي ان كلمة بروموت معناها ارينج. يعني ايه ارينج؟ يعني يرتب ان ايفنت، انك ترتب حدث. خد المثال، لما تقولي ذا سبونسرز يعني الرعاة، الناس الرعاة بتوع الحدث. promoted يعني arranged this event، يعني الرعاة هم اللي رتبوا هذا الحدث. يبقى احنا كده خدنا كلمة بروموت ليها اول حاجة خالص في المعاني encourage، نجيب الورقة encourage increase develop، من معنيها كمان to have a better job، من معنيها sell or advertise، من معنيها persuade، ومعنيها arrange. الكلام ده كله مهم لازم تبقى عارفه، هي جات قبل كده اكتر من مرة في اكتر من سؤال بالاشكال دي، فاعرفهم عشان تخلص وترتاح. الحاجة اللي بعد كده كلمة avoid. avoid يعني يتجنب، بيكون بعدها الفعل مضاف له ing، ولو الجملة مبنية للمجهول فهنستخدم being والpast participle. لما تقول the killer، the killer القاتل، avoided تجنب being seen، تجنب ان يرى. خد بالك ده كده مبني للمجهول، لاحظ وانتبه الكلام ده كويس. طب ما ينفعش اقول لك avoid to be seen، لا ما ينفعش، avoid بيكون بعدها الفعل مضاف له ing دايما. هكتب لك جملة وعايزك تتعلم السياق بتاعها وتطبقه على كل اللي شكلها. لما تقول مثلا I tried to avoid my car being stolen، ده معناها تجنبت ان تسرق سيارتي. طيب واحدة تانية، انا تجنبت ان يؤكل طعامي، يبقى avoid ان اتجنب my food يعني طعامي being eaten، تتجنب ان يؤكل طعامك، يبقى avoid بعدها المفعول وبعدين being والباست بارتيسيبل. ما ده مجهول يا عم الحاج، فلازم يبقى الشكل كده. اخر حاجه كمان كلمه chemicals. chemicals دي يا مستر اصلا اصلها chemical substances، واحنا قلنا بنعمل دي ونختصرها ونخليها chemicals كلمه واحده كده chemicals، وما ينفعش نقول chemicals substances. وانتبه لدي عشان خاطر، عشان دي حته مهمه. الحاجه الثانيه اللي قلناها برضو قبل كده موبايل فونز، اللي هي معناها الموبايلات. ممكن نستخدم بدل موبايلز فون، موبايل فونز دي ممكن نستخدم موبايلز وتدينا نفس المعنى. الحاجه اللي بعد كده لما تقول مثلا other people يعني الناس الاخرين، ممكن نستخدم بدلا منها كلمه others، وما ينفعش نقول others people اكيد لا يعني. طيب عندك برضو لما تقول surrounding things يعني الاشياء المحيطه، ممكن نستخدم مكانها او بدلا منها surrounding. yes انتبه لدي كويس. من الحاجات برضو اللي المفروض ان انا اقولها لك هنا في الحته دي، في كلمه اسمها باسر باي اللي هو عابر سبيل. الكلمه دي جمعها اسمه باسرز وبعدين باي اللي هم عابري السبيل. معايا النهارده هي كلمه تايم، عشان اخلصك من حوار تايم دي خالص. كلمه تايم دي لها شكلين، ممكن نستخدم كلمه تايم بمعنى مره، وبالتالي هي كده تبقى تايم عشان هي كده اسم معدود، وجمعها تايمز يعني مرات. ولو انت قلت لي 3 تايمز يعني 3 مرات، كده هي اسم معدود. حلو. طيب كلمه تايم بقى لو معناها وقت، كده في الحاله دي اسم لا يعد. ونسال عليها نقول هاو ماتش تايم، بمعنى كم كميه الوقت. لكن سيادتك لو حبيت تسال على اللي في الاول دي خالص هنا، هتقول لي هاو ميني تايمز، كده قصدك تقول لي كم عدد المرات. انتبه ان دي كم عدد المرات، لكن هنا كم كميه الوقت، الموضوع مختلف تماما هنا عن هنا. بس خد بالك وانتبه لدي عشان دي مهمه جدا جدا. انت بتقول a long time وقت طويل، a short time يعني وقت قصير، وبتقول a limited time يعني فتره او وقت محدد. طيب خد بالك كمان انك لما تقول لواحد اتمنى لك وقت سعيد، بتقول له have a nice او a good طيب، لازم الآ تبقى موجودة هنا في الحتة دي، و have a good time دي نفس المعنى. فخد بالك كمان في مصطلح اسمه for a time، ده معناها for a short time، بمعنى I lived in London، أنا عشت في لندن for a time، معناها أنا عشت في لندن for a short time. خلصنا كده، ما عادش معانا غير حتة واحدة صغيرة خالص أنت عارفها أكيد، بس دعني أقولها لك عشان يبقى بنأكد المعلومات كده ونبقى ماشيين مرتاحين في حياتنا. كلمة بويت كشباب، ده الشاعر، ده بيكتب بويتري اللي هو الشعر نفسه، وبيكتب بويم اللي هي القصيدة. القصيدة دي بتكون عبارة عن مجموعة من
اللاينز. اللاينز دي اللي هي ابيات الشعر او السطور، خطوط الشعر. مجموعه لاينز على بعضها بنسميها فيرس، وساعات بنقول عليها ستانزا، اللي هي معناها مقطوعه شعريه. بمعنى دي كده قصيده، ادي لاين 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 لاين، الحبه دول على بعضهم كده واسمهم ستانزا او اسمهم فيرس. انتهى الحوار كده، اتمنى ان يكون الموضوع ده مفيد بالنسبه لك، واستنى بقى فيديو شرح القاعده اللي هينزل لك مباشره بعد ده، وفصل القصه طبعا وراهم على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.